منتخب اليد يستعد لمواجهة الدنمارك في ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم ببولندا والسويد. الأهلي يفوز على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري الممتاز. مواجهة مثيرة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي. نشرة رياضية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا ومرحبا بكم. بداية هذه النشرة من فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد. يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد لمواجهة نظيره الدنماركي غدا الاثنين في ختام مباريات الدور الرئيسي لبطولة العالم والتي تستضيفها بولندا والسويد. نجح منتخب اليد في التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم بعد فوزه على نظيره البحريني 26-22 في ثاني مبارياته بالدور الرئيسي للبطولة. نتابع. من أجل حسم الصدارة يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة نارية أمام نظيره الدنماركي في ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم 2023 بالسويد وبولندا. منتخب الفراعنة تأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي وضمن التواجد ضمن الثمانية الكبار بمونديال اليد للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره البحريني 26-22 في ثاني مبارياته بالدور الرئيسي، وذلك عقب افتتاح مشواره بالدور ذاته بالفوز أمام بلجيكا صاحب المركز الثالث في المجموعة الثامنة بنتيجة 23-28. المنتخب الوطني كان قد استهل مشواره في مونديال اليد بفوز تاريخي على كرواتيا بنتيجة 31 هدفا مقابل 22 في الجولة الأولى لدور المجموعات، ثم واصل الفراعنة عروضهم القوية وحققوا الانتصار في الجولة الثانية على حساب المنتخب المغربي بنتيجة 30 هدفا مقابل 19. وفي المباراة الثالثة حقق المنتخب الوطني فوزاً كبيراً على نظيره الأمريكي بنتيجة 35 هدفاً مقابل 16 لينجح الفراعنة في التأهل إلى الدور الرئيسي بعد تحقيق العلامة الكاملة بالمجموعة السابعة في إطار النجاحات التي حققتها كرة اليد المصرية في العقد الأخير والشعبية الجارفة للرياضة داخل مصر. أصبح الجيل الحالي مطالباً بكتابة التاريخ وتحقيق ذهبية كأس العالم لكرة اليد بالسويد وبولندا. ضمن منتخب مصر التواجد ضمن الثمانية الكبار بمونديال اليد للمرة السابعة في تاريخه. نتابع في العرض التالي.
يصنف منتخب مصر لكرة اليد في السنوات الأخيرة أحد أفضل فرق اللعبة في أفريقيا والعالم، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها في العديد من البطولات. نتابع في العرض التالي أبرز إنجازات منتخب اليد. فاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولية ضمن منافسات الجولة 14 من مباريات الدوري الممتاز. بهذه النتيجة حافظ الأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع. فوز ثمين حققه فريق الأهلي على حساب غريمه الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب استاد القاهرة ضمن حسابات الأسبوع 14 بمسابقة الدوري الممتاز. محمود عبد المنعم كهربا افتتح التهديف للنادي الأهلي في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني، وسجل محمد شريف هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 74 من زمن المباراة في شباك نادي الزمالك قبل أن يضيف شريف الهدف الأخير، ويختتم الثلاثية بهدف في الدقيقة 90 من زمن المباراة، وذلك بعد تمريرة من علي معلول حولها شريف بتسديدة صاروخية في شباك محمد عواد. فوز الأهلي يأتي بعد التعادل مع المصري البورسعيدي سلبياً في الجولة الماضية، ليواصل بذلك تربعه على القمة ب 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني. في المقابل واصل الزمالك نتائجه السلبية محلياً، والتي لم يرى الفوز منذ الجولة العاشرة التي تخطى فيها على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، ليخسر بعدها من أسوان 2-1، ثم التعادل مع الداخلية 1-1، والتعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري، وأخيراً الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-0، ليبقى في المركز الرابع برصيد 26 نقطة. يدخل فريق النصر السعودي بقيادة نجمه رونالدو مباراة مهمة أمام فريق الاتفاق ضمن مباريات الجولة 14 لبطولة الدوري السعودي. يسعى فريق النصر بقيادة رونالدو لتحقيق الفوز من أجل اعتلاء قمة الدوري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وفي حالة الفوز يتصدر جدول الدوري، فيما يحتل فريق الاتفاق المركز العاشر برصيد 16 نقطة. حسم التعادل السلبي قمة ليفربول وضيفه تشيلسي على ملعب أنفيلد في الجولة 21 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، وهو نفس رصيد تشيلسي في المركز العاشر. قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن تعادل فريقه السلبي أمام تشيلسي في أنفيلد كان خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح لليفربول، والذي حافظ على شباكه نظيفة لأول مرة في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز. أرى أن الأداء يمثل خطوة صغيرة نحو الاتجاه الصحيح، لدينا شباك نظيفة ضد تشيلسي. أحببت بداية الشوط الأول وأعجبني بداية الشوط الثاني، كان ذلك جيدا، كنا متمسكين، فزنا بكرات جيدة حقا، تسببنا لتشيلسي في مشاكل، ولكن علينا أن نتعامل أفضل مع الكرة. أتوقع تقدما في الأداء والنتائج. يواجه فريق أرسنال نظيره مانشستر يونايتد اليوم ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
يحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة ويسعى لحصد نقاط المباراة 3 لتعزيز صدارته للدوري، بينما يبحث مان يونايتد عن الانتصار للتعمق في المربع الذهبي للمسابقة. وقال مدرب أرسنال في مؤتمر صحفي إنه يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور عندما يلتقي مانشستر يونايتد. أشعر بالإثارة في استاد الإمارات وسط المشجعين، وقد تحدثت مع اللاعبين بشأن ما سيحدث ضد مانشستر يونايتد. إنها بالنسبة لنا مباراة لها مغزى كبير ولمشجعينا، ونحن نخلق جوا متميزا للغاية في هذا الاستاد، وعلينا أن نستغل ذلك لصالحنا. أجريت محادثات متعددة مع أليكس فيرجسون، ليس بصفة رسمية بل هي مجرد مع الأشخاص حوله، وكنت مستمعا أكثر من متحدث. وقال المدرب إريك تن هاج إنه واثق بأنه قادر على قيادة مانشستر يونايتد للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز يتطور في الوقت الراهن، تتمتع أخيرا 6 أو 7 فرق بفرصة الفوز باللقب، ولهذا السبب هناك استثمار كبير من الفرق. وعندما تكون لدى هذه الفرق الفلسفة الصحيحة أو الاستراتيجية الصحيحة، فإن العديد منها بوسعها المنافسة على أعلى المراكز في الدوري. هذا تحدي كبير، وإذا أردت أن تكون أحد المنافسين فيجب أن تكون جيدا بحق، وأن يكون أداءك ثابتا، وأن تكون لديك استراتيجية جيدة، وأن تبذل جهدا كبيرا إذا أردت المنافسة والفوز بالألقاب. يستضيف مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي. أكد غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لديه فرصة للفوز بلقب الدوري والعديد من البطولات الأخرى خلال الموسم الحالي. اسمعوا، نحن في المركز الثاني في القائمة ولا نتخلف عن أرسنال ب25 نقطة، لا تزال لدينا فرصة، لا تزال هناك 57 نقطة متاحة، سنرى ما سيحدث، لدينا وقت كافي، لا تزال أمامنا فرصة الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وأمامنا الموسم المقبل. يجب على هذا النادي أن يرد وأن يفعل المزيد، لأن هذه الأهداف التي نمنحها للخصوم غير مقبولة. أكدت شبكة ترانسفير ماركت تصدر تشيلسي الإنجليزي قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات خلال موسم واحد داخل قارة أوروبا، وذلك بعدما أبرم الملياردير الأمريكي تود بولي مالك النادي الإنجليزي 12 صفقة خلال انتقالات صيف 2022 ويناير 2023. حتى الآن نتابع في العرض التالي. يحل فريق ريال مدريد ضيفا على أتلتيك بلباو اليوم في الجولة 18 من الدوري الإسباني،
يسعى ريال مدريد لحصد نقاط المباراة الثلاث للمواصلة المنافسة على اللقب، حيث يبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق ثلاث نقاط، بينما يسعى بلباو لتعديل موقعه في جدول الترتيب. نحتاج لاستعادة مستوانا وأن نشاهد مقاطع مصورة لمبارياتنا من أجل تجنب الأخطاء. الأخطاء الواضحة التي ارتكبناها قمنا بتقييم الأخطاء حتى لا نقع بها مجددا. مباراة بلباو معقدة وفي غاية الصعوبة، علينا اللعب كما لعبنا أمام فياريال بكثافة وأفكار، وخاصة عدم تقديم كل ما لدينا كما لم نفعل خلال المباريات القليلة السابقة. ضعفت أمال فريق فرايبورغ في المنافسة على لقب الدوري الألماني بعد تكبده هزيمة ساحقة بستة أهداف دون مقابل على يد مضيفه فولفسبورغ في الجولة 16 للمسابقة. صعد فولفسبورغ بفضل النصر الكبير إلى المركز السادس ب 26 نقطة من 16 مباراة، بينما تراجع فرايبورغ نتيجة للهزيمة الثقيلة إلى المركز الرابع ب 30 نقطة من 16 مباراة، متخلفا بخمس نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر. صعد أينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثاني في الدوري الألماني وذلك بفضل انتصاره بثلاثة أهداف دون مقابل على شالكا. ارتفع رصيد فرانكفورت بفضل النصر إلى 30 نقطة متخلفا بخمس نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر. أما فريق شالكا الذي لم يحقق سوى نصرين طيلة الموسم فإنه أنهى مباراته 36 خارج أرضه دون نصر، وقبع نتيجة لهزائمه في المركز 18 والأخير بتسع نقاط فقط. انتصر ايندهوفن بهدف دون مقابل على فينيسي في الجولة 17 للدوري الهولندي. صعد ايندهوفن بفضل الفوز إلى المركز الثاني ب 35 نقطة من 17 مباراة، متخلفا بنقطتين عن فاينورد المتصدر، بينما احتل فريق فينيسي المركز الرابع عشر ب 15 نقطة. فاز فريق بورتو بهدف دون مقابل على فيتورا ليمد رصيده الخالي من الهزائم في الدوري البرتغالي إلى سبع مباريات. بهذه النتيجة حافظ بورتو على مركزه الثالث في جدول ترتيب الدوري ب 39 نقطة، بينما احتل فيتوريا المركز السابع ب 24 نقطة من 17 مباراة. تأهلت لينا أوستابينكو إلى الدور ربع النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وذلك عقب تغلبها على المصنفة السابعة كوكو غوف بمجموعتين دون مقابل، وذلك في لقائهما في ملبورن. نجحت بطلة فرنسا السابقة في الفوز بالمباراة بنتيجة 7-5 و6-4.
انتهت نشرتنا الرياضية، وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. كنت معكم أنا سارة عبد الله، لكم تحياتي، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.